اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده جو الصيف وجو الحر، كلنا طبعا بنعيش اللحظات الحلوه الجميله، وفضل من الله سبحانه وتعالى هنعمل دوري ان انا اساعدك تعملي الاكلات الصيفي اللي مش تاخد منك وقت وتقفك وقت كبير في المطبخ لان الجو حر، وفي نفس الوقت تناسب جو الحر، زي الايس كريم مثلا بالليمون والنعناع. كلنا بنحب الايس كريم الايام دي، والمثلجات والسموزي والعصاير خليها عندك دايما تعمليها لاولادك. هنعمل ايس كريم بالليمون والنعناع، وطبيعي ده بيهدئ الاعصاب. معانا كمان سندوتشات الفاهيتة النهارده بالسجق البلدي، كلنا بناكل السجق ده طواجن، بناكله سندوتشات، بنعمله بكذا طريقه واحنا شطار فيه، انما نعمله سندوتشات فاهيتا باكيد هنروح على المطبخ المكسيكي ونشوف الحاجات الحلوه والتركايه بتاعه المطبخ المكسيكي. معانا طبق مكرونه العشق بتاعي، مكرونه بالزبادي، تساعد على الهضم، سريعه الهضم، خفيفه ولطيفه، تتعمل بالزبادي. بس معانا مشكله يا شيف، الزبادي بيفرط مننا وبيبان بمرغل كده ويفك في قلب الطبخه، نعمل ايه؟ هنشوف ازاي نعمل المكرونه بالزبادي، هتعجبكم ان شاء الله. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه، ودايما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. فازاي اوصل لمرحله البساطه والسهوله والمرونه وانت واقفه في مطبخك تعملي اكلات بوقت قليل جدا؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض ان شاء الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي في جو الحر ده دور الشيف المغازي يعلم حضراتكم ازاي الامهات البنوتات الحلوه للمبتدئين في المطبخ، ما نقضيش وقت كبير جوه المطبخ، ده دوري، والا احنا يبقى احنا مش بنأدي الدور على ما يرام. النهارده هنعمل سندوتشات الفاهيتا سجق، بتتعمل دجاج وبتتعمل لحمه وبتتعمل سمك، ولكن بالسجق دي حاجه جديده. هل هيتقطع؟ هل هيتشوي؟ هل هيتحمر؟ هنشوف الكلام مع بعض. المقادير على الشاشه والتفاصيل بسيطه. سجق حسب عدد افراد الاسره من ربع كيلو نص كيلو عند الجزار زي ما انت عايزه. معانا بصل، ومعانا طبعا فلفل حار شويه، ومعانا الفلفل الملون الجميل، وشويه روزماري، فصين توم حلوين، معلقه فلفله حلوه، جبنه موزاريلا او شيدر حسب الرغبه، والجبنه اختياري. المقادير على الشاشه، ممكن تقدمي معاها مايونيز او توميه حسب الرغبه. الشوية بتوع اخواننا في المكسيك بيستخدموا طبعا الجبنة الشيدر الصفرة الجميلة الحلوة، ويستخدموا الكريمة الحامضة، احنا في بدايل ليها تبقى لطيفة وجميلة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة هنقشر شوية البصل الحلوين اللي معايا دول كده، عجبني لونه، عجبني شكله، من خير ارضنا، بصل احمر لطيف عامل زي حبة المانجا اهو، بقشره كده. القشرة دي انا مش عايزها، بس اذا انت في مطبخ بتعملي سمك القشرة البصل دي تنفعك قوي على فكره. انا بدور عليها ساعات ما بلاقيهاش، لما اجي اعمل رز صياديه احطها في الطاسه واحمرها واحط عليها ميه تديني اللون الغامق بتاع الرز الصياديه. انا مش بسيب فرصه الا لما اتكلم عنها، عشان دوري ان انا اقول لك على اللحظات الجميله. البصل ده وقشرة البصل دي مهمه جدا تقدري تستخدمي فيها في الرز الصياديه. هناخد البصل ده نقطعه مع بعض بشكل طولي، يبقى معايا كده، شفت ازاي؟ اهو دي ميزه البصل ده، هيديني الشكل، الطريقه اللي هي الايه؟ الشرايح او السلايس او الجوليان، اهو بالشكل ده كده. هل ينفع البصل التاني؟ طبعا، بس ده زي موجود، اهلا وسهلا. عندنا حاجات كتيره بسم الله ما شاء الله عند الفكهاني. الفاكهه ما لذ وطاب اشكال والوان، الخضار ما لذ وطاب اشكال والوان. ده بصل اهوت لطيف وجميل، وعلى فكره طعمه حلو في السلطه، يعني ممكن تعملي طبق سلطه من البصل ده يبقى جميل جدا. انا هقطعه دلوقتي في الفاهيتا. ده البصل بتاعنا الجميل الحلو، ناخده بالسكينه كده شرايح اهو، وانا بقطعه اقطع كده اهو. شفت بصلايه اداتك طاقه ايجابيه تقف في المطبخ، طريقه تقطيعها نفسها تديكي تقول لك الايه؟ الجواب باين من عنوانه اهو. حلو. دي لما تشوفها بقى في سندوتش الشاورما او سندوتش الفاهيتا، اكيد اللوزه الحلوه دي كده. على فكره البصلايه دي مع شويه طماطم وشويه خيار وشويه جرجير بقت سلطه لطيفه وجميله، تحطها في الثلاجه كده تدعي لي. ده البصل بتاعنا الجميل الحلو. ناخد الفلفل الالوان، فرصه واحنا بنعمل الفاهيتا نتفرج ازاي
نقطع الخضار بشكل هندسي. فلفل الالوان الجميل الاخضر والاحمر، اخد الفلفلايه كده بحطها فوقها كده بالشكل ده كده، واقطعه جوليان اهو. وفي سكاكين بقى اللي هي الايه باحجام مختلفه وباشكال مختلفه، من مصروف البيت تخلي الحاجات دي عندك في المطبخ اكسسوارات، يعني زي ما بتهتم باكسسواراتك الخاصه اهتمي كمان باكسسوارات المطبخ، هتديك فرصه انك تعملي اكلات وتبدعي في مطبخك وافكار. كل ما كانت الامكانيات بتاعتك في الاكسسوارات بتاعه المطبخ موجوده، زي السطور اللي في ايدي ده اللي بتقطعي بيه خضار، امن في تقطيع الخضار. طبعا لو سكينه تانيه مش هعرف اقطع كده، شفت ازاي؟ لو جبتي بقى اي خلاطه ولا اي كبه عمره ما هيديك التقطيعه دي من ايدك الحلو. وبعدين بتستمتعي بشكل الخضار في ايدك كده وانت بتقطعي، والمتعه الربانيه الجميله اشكال الفلفل والوانه وطريقته وريحته الحلوه. ده الخضار معانا زي الفل، عليهم شويه ثوم، وعندنا الطاسه بتاعتنا شديده الحراره. بيسالوني الطاسه سخنت يا شيف، قلت لهم انا عايزها ايه حاره جدا، شويه زيت طبعا عشان ريحه الزيت والكرفه بتاعت الزيت. اعمل ايه يا شيفنا؟ عود الروزماري ده في قلب الزيت يديني موضوع تاني خالص. اخد الفلفل ده كده، الله هو ده اهو، كل ده في قلب الطاسه زي الفل كده. عنوان الفاهيتا، تقطيع الخضار بالشكل ده كده، نكون جاهزين للسجق بتاعنا الجميل الحلو ده. انا مش هاخد وقت كبير في السوا، واروق كده على الرخامه بتاعتي والبلانشه بتاعتي، والنظافه مهمه. ناخد السجق البلدي، بسم الله الرحمن الرحيم. حته سجق حلوه من عند الجزار الراجل الطيب اللي على ناصيه الشارع، الجزار اللي بنجيب منه الحاجه دايما، تضمن ان يديكي حته لحمه حلوه. نقلب الخضره الجميله الحلوه دي كده، الله شكلها حلو. الروزماري هنا ملوش لازمه بقى، زي دايما بتلاقوا في انواع الزيوت اللي بتبقى مثلا يقول لك مستورده او يعني في ابداع في التصنيع، بتلاقوا دايما العود الروزماري في قلب الازازه. حبيبي حبيبي، هو ده هو ده، الله عليك. شفت الجو ده كده، ده شكل الخضار يفرح في قلب الطاسه. روزماري خلاص ملوش عوزه. تقطيعة الخضار بشكل هندسي، حتى البصلايه. هتقولي لي طب انا لو ما عنديش البصل ده ما اعملش الاكله دي، ازعل منك. بعد السنين الطويله مع بعض تقدري تتصرفي في المطبخ. شيف المغازي حط لك بدايل البصل بتاعنا اللي احنا معتادين في استخدامه. ناخد السجق بتاعنا ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يتقطع برضو كده، نجيبها من عند الجزار. طبعا ده لازم تجيب السجق من عند الجزار تغسليه، لانه ده طبعا حطه عرضة للأتربة والجو اللي احنا عارفينه، فما تاخديش السجق وتقولي حتة، لا تاخديه تحطيه في مية ساعة وتطلعيه كده زي ما هو سليم قبل ما تقطعيه. بتجيبي بولة إزاز أو حلة يعني فيها مية ساعة من الحنفية عادي، أو فيها حتة تلج حلوة، وتنزلي السجق ده وتطلعيه وتسيبيه ينشف كده، اتخلصت من الأتربة والعوامل الجوية اللي بتبقى عند الجزار أو في الحارة أو في الشارع اللي الجزار في المنطقة فيها. ده مهم جدا. هناخد السجق نقطعه كده بسكينة حامية عشان ما يتهريش تحت السكينة. الشكل ده كده حلو قوي. وتبص على حته اللحمه اللي في ايدك دي كده، لقيت لونها متغير تبداي تفحصيها وتشوفيها. بس اذا في ثقه بينك وبين الجزار اكيد بتاخدي حته اللحمه وانت مغمضه، يعني دايما اتعودنا خاصه في الريف المصري والصعيد المصري يقول لك الجزار اللي كان بيتعامل معاه ابويا الله يرحمه، الجزار اللي كانت مامي بتجيب من عنده الله يرحمها، وهكذا. فاحنا بنورث الايه الحاجات دي مع بعضينا يعني. ادي الخضار جاهز، نعمل الحركه دي كده اهو اهو. الله اكبر، معايا المبدع النهارده الاستاذ احمد عوض حبيبي. انا بكون مبسوط لما بسمع حسك والله وصوتك. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه ده، شايفين الصوره الحلوه؟ ايه الجمال والحلاوه دي. هترفدنا انا عارف. هنحط شوية زيت صغيرين كده،
علبة طاسة وجبنا الخلاصة. شوية زيت. ليه الزيت يا عم الشيف؟ هنقول مع بعض دلوقتي ليه الزيت. والسجق ينزلوا في قلبها كده. الله. ونغطي الحلة أو الطاسة اللي إحنا بنشوح فيها دي كده. دي ما تسيبهاش مكشوفة زي ما هي كده. مش هنيجي جنبها. ليه يا عم الشيف؟ عشان السجق ياخد وضعه وما يتهريش مننا معانا. هنحط العود النعناع ده كده بالشكل ده كده اهو. يلا واغازلها قبل ما اطلع الفاصل. اغازلها اهي بالشكل واغطيها بدون اي سوائل. استفيد بالسوائل اللي هتنزل من الفلفله مع السجق، كله هيتحد مع بعض ويبقى زي الفل. اغطيها واخد بعضي اهو اهو اهو. طب اهو اهو اهي اهي اهي. يلا خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لاسرار عمل سندوتشات الفاهيتا، ايس كريم بالليمون والنعناع. ما تنسوش طبق مكرونه العشق بتاعي في وجبه العشاء. اكلات صيفيه بسيطه وسهله وغير مكلفه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد في قلب الطاسه. السجق خد وضعه، هي دي التركايه بقى. اتعلمنا ايه هنا؟ السجق طول ما طالما قطعت السجق حبايه السجق، معرفش ده السجق زي مفرطه بالسكينه، هتفرط منك في قلب الطاسه. فطبيعي طالما قطعتيه كده تخليه زي ما هو بالشكل، نستفيد بالخضار والفليفر بتاع الخضار. والعود النعناع هنا ملوش مكان بينا عشان ريحه التوم، للي مش بيحب التوم. ونبدا نقلب كده اهو. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ لا السجق بشخصيته في قلب الطاسه. تعالي بقى انت قلبتيه كتير، ايه اللي هيحصل؟ هيفرط منك ويبقى ايه؟ لحمه مفرومه، صوص بلونيز. شفت السجق؟ طب لما غطيته ايه اللي حصل يا عم الشيف؟ الخبره بتاعتك بتقول ايه؟ طبق البخار بتاع الخضار مع التغطيه بيخش جوه السجق، يبقى على وضعه بالشكل ده كده اهو اهو، عكس ما انا اخليه مكشوف كده زي الفل. ندي الفليفر يا سجق. انا عايزك تقولها السجق الجايه. اهو يا سجق اهو. شفت اهو استوى اهو، رايح لسعادتك دلوقتي. حاضر اهو. حالك حالك اهو. حبيت السجق مخرجني اهو. توت الله عليك. شفت الحمار والجمال؟ حبيبي اهو. نقلب كده. الله، من الكبير نتعلم والله، مدرسه. زي الفل. هنخلي ده كده على جنب. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد الفليفر بتاعنا. ايه هو الفليفر؟ معلقه فلفله حلوه. اخواننا في المكسيك بيحبوا الهريسه الحمراء. الهريسه الحمراء دي اللي هو الفلفل الاحمر، بتنزل كده اهو. الله عليك. مكعب زبده يخليك طعم السندوتش اهو. عيني اهي اهي اهو 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 اهو. سبايسي قوي، سبايسي ده خالص اهو اهو. لوك كنترول المطالب اهو. والمطالب دي لمصلحه المشاهدين اهو. قالوا لي زود الصلصه عشان نشوفها في لو. على فكره ادت رونق وشكل وطعم للسجق. شفت القوام ده؟ هو ده اهو اهو. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالايه؟ بشويه البهارات بتوعنا اللي هم يخلوا ده طعم الفاهيتا. اخواننا في المكسيك بيستخدموا دايما الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه، مش بيحبوا الكمون. كزبره معانا حلو قوي. اخواننا في المكسيك بيحبوا الفلفل اللي هليبه اللي هي البابريكا اهي. الله. اخواننا في المكسيك بيحبوا الفلفل الاسود زينا اهو. الله. صوت السجق في قلب الطاسه بيوجع القلب، خاصة لما يتعمل سندوتش كده. هو ده. عصرة ليمون، علل ولماذا، الحموضة والمزازة اهو زي الفل. هنقلب دول مع بعض ونشيلها من النار تبرد شوية، عشان ما ينفعش ان احنا الله على الريحة، ما ينفعش ان احنا الله نعمل السندوتش ده وهو سخن. اللقمة اللي بتعملي فيها اللي هو الخبز التورتيلا هيعمل ايه؟ هيبوش من ايدك ويتقطع من ايدك. ها الله عليك. هو ده. هو سؤال وجيه جدا. انا لو رحت اشتري
التورتيلا من اي سوبر ماركت الكيس عامل 115 جنيه. لا انا اشتري سندوتش جاهز ورايح قلبي. ايه البديل يا عم الشيف؟ وانا من رايي انا كشيف مع الخبره الطويله دي كده العيش الشامي بتاعنا اهو. ده العيش الشامي. دي مزاجات يعني. انا لو هاكل السجق ده عايز عيش فينو خفيف كده واحط اشيل اللبابه بتاعته واحط لي شويه خمس ست سجوجيات في قلبه واكله حلو قوي. انما لو هنعملها سندوتشات فاهيتا في العيش الشامي ده كده افضل بكتير من التورتيلا. التورتيلا هي بتتعمل من دقيق الذره، خليط ما بين دقيق الذره والدقيق الابيض، بتلاقوها عجينه كده مش مستويه جامد، وبتتخزن في الاكياس ومكتوب عليها تاريخ صلاحيه اسبوعين 10 ايام، والمصدر بيها بيصانع بتصدرها للسوبر ماركت. عشان نفهم ايه الاصول في الموضوع، اما الكيس العيش الشامي ده لسه مغموز الصبح، هنعمله ازاي سندوتشات فاهيتا؟ وانا لو هاكلها فاهيتا هاكلها في السندوتشات ديت او في العيش ده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. بس خلونا ناخدها كده ونحطها هنا. الله، هو ده، وخليها انساها شويه زي الفل. دي الايه؟ الفايده. حلوه هنا كده عينيا يا عينيا. تمام، تعالوا نشتغل مع بعض على ما تبرد شويه في المكرونه بالزبادي. المقادير على الشاشه، مكرونه سباكيتي وزبادي، نحطهم جنب بعض اهو. مكرونه سباكيتي وزبادي في المقادير، وبياض بيضه ومعلقه نشا. اذا مش موجودين في المقادير يا استاذ رحاب نكتبهم. بياض بيضه ومعلقه نشا مطلوبه، وشويه مكسرات حسب الرغبه، وفصين من الثوم، وشويه نعناع يابس حسب الرغبه. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. طبق العشق طبق مكرونه بالزبادي، الاطفال بيحبوها وكبار السن يحبوها، فيها البروتين الحيواني، فيها النشويات، فيها الكربوهيدرات، فيها كل حاجه حلوه ممكن ندور عليها موجوده في الطبق ده. ووجبه عشاء خفيفه على الجيب وخفيفه على المعده، ولا يهمني الجيب قبل المعده. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. طاسه على النار حلوه قوي، بنحط في الطاسه دي معلقه زيت زيتون صغيره. الله عليك، حلوه. ونرفعها من النار كده، ونحط مع معلقه زيت الزيتون فص ثوم وما تخلوش يتحمر، مع فص الثوم ده معلقه زبده. يا ليه الزبادي. الله، يا ويلي، شفت اللون ده؟ ونقلب كده بالراحه. العب. واسيبهم على النار شويه ونشوف هنكمل مع بعض ازاي بياض البيضه ومعلقه النشا. وده لازم يكون ايه؟ على نار هاديه، واحنا مع بعض كده في ثواني. ادي بياض بيضه باخده بخطفه كده على السريع. بلاش الصفار. هتقولي ليه الصفار يا عم الشيف؟ الصفار مع اللبن مش مطلوب، بيخليه غليظ وبيغير لونه. معلقه النشا اللطيفه اهي، مع شويه حليب، يا اما حليب عادي او لبن رايب، بس خلاص. ونقلبهم مع بعض مع رشه ملح لطيفه ورشه فلفل صغيره. ده الزبادي، ده اللي هنسلق المكرونه ونحطه عليه بعد السوا، ونسيبها على نار هاديه جدا. الطبق ده بياخد منك في المطبخ 3 دقايق، اذا زادوا عن 3 دقايق يبقى مش بتتفرجي على الشيف المغازي على القناه الاولى. واسيبها على نار هاديه جدا. رشه ملح، رشه فلفل مع الثوم، في الاخر هنحط نعناع يابس والمكسرات حسب الرغبه. تاني مكرونه بالزبادي، بناخد الحله او الطاسه بنحط فيها فص ثوم مع معلقه زيت زيتون. عشان اعمل الزبادي، طبخه الزبادي بالذات، سواء اعمل كبه باللبن، شيش برك، لبن ام، وشكريه، طبخه اللبن لها اصولها. اخواننا في الشام شطار في عمايله جدا. اول حاجه ببدا بيها بدوب اللبن مع بياض بيضه وشويه نشا. اذا انا هطبخ طبخه لبن، اذا انا هعمل مكرونه يبقى انا زي ما عملت كده بسوي الفص الثوم في معلقه زيت زيتون مع مكعب زبده. الثوم ما يحمرش عشان ما يغيرش لون الزبادي. بعد كده بنزل بالزبادي وشويه لبن رايب او حليب عشان يديني قوام، مع معلقه النشا وبياض البيض، واسيبه على نار هاديه. ده القوام حلو قوي، لان المكرونه هنا هتتسلق في ماء مغلي مع زيت زيتون ورشه ملح. لازم الميه تكون بتغلي يا اختي، لازم الميه تكون بتغلي يا امي،
لازم الميه تكون بتغلي يا خالتي يا عمتي يا كل ست بتتابعني دلوقتي، اوعي في حياتك تسلقي مكرونه في ميه بارده. ايه اللي هيحصل يعني يا مغازي؟ الدنيا هتقوم. المكرونه دي هتتكسر منك وهتبوش منك، سواء سباكيتي سواء بينا الشكل ده كده، ونسيبها تتسلق. هتتسلق ازاي يا مغازي وهي ما نزلتش في الحله؟ نصبر على رزقنا شويه، اقل من دقيقه هتلاقيها سقطت لوحدها في قلب الحله طبيعي. كل ما تغلي من تحت هتلاقيها سقطت قدام عينينا، هنشوف دلوقتي. ونخلي الزبادي على جنب ونبدا في لف الشاورما. شفت خطوات المطبخ بنقف ازاي؟ طب ينفع ان انا اقعد الف في سندوتشات شاورما وانا عندي لسه اكله ثانيه هعملها؟ الوقت هيتسرق مني وهتقف في المطبخ وقت كبير جدا، وفي الاخر مش هيبقى عندك اي انتاج. ادي السندوتشات، نوسع كده عشان مطلوب مني كميه سندوتشات عاليه. بس قبل كل حاجه بامن على الطاسه اللي انا هحمر فيها سندوتشات الفاهيتا، وتاخد البصمه والتضليعه بتاعه الجريل. عشان كده بقول لك وفري من المصروف وهات الحاجات الحلوه دي كده. طاسه اهيت، واحط فيها نقطه زيت صغيره وخليها تسخن كده زي الفل، وناخد الرغيف الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، وناخد من الخلطه الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، مش عايز جبنه؟ برغبتك. في ناس تحبها بالجبنه وناس تحبها من غير جبنه، اهي شويه جبنه موزاريلا في قلبيها ليه يا عم الشيف؟ تبقى لطيفة وحلوة وتدي طعم حلو. ده السندوتش، ألفه كده. هاخده كده، هنعمل مع بعض كذا واحد. ده في تركية تانية معلش أنا عايز أعملها. أهي بعمل إيه بقى؟ واحدة واحدة هنا عشان الموضوع ده مهم جدا. بجيب كوباية وفيها شوية زيت، ركزي عشان السندوتش بتاعك لو لفيت محلات مصر كلها كمل مش هتلاقي زي الطعم اللي بتعمليه انت بالتركايه اللي عاملها دلوقتي. ده مش هيعمله لك الصنايعي ولا الشيف اللي في المطعم، ما عندوش وقت، مش فاضي، عنده اوردرات كتيره وكسول. ركزي معايا يا اخت الله يبارك لك. هنحط مع الزيت ده فص من الثوم. الله. هنحط مع الزيت ده شويه فلفل وشويه بابريكا. الله عليك يا عم الشيف. مع الزيت فلفل وبابريكا. لسه ما خلصتش. وسنة شبت صغيرة، فين الشبت؟ اهو. ونقلب دول كده بالراحة. زي الفل. شفت الخليط ده كده؟ دي مهمة جدا، مش هيعملها لك كده أبدا حد. بتلاحظوا حاجة يا إخوانا الشوام؟ لما بتروح تجيبه من عنده سندوتش شاورما وتلاقي عليه زحمة، اول ما بيلف لك السندوتش بيجي ضربه في السيخ كده ومرجعه. هي حركه في غمضه العين او برمش العين، لو ما خدتيش بالك مش هتشوفيها. بيمسك السندوتش كده على السيخ ويجي عامله كده ولف. التركايه دي هي بيعت السندوتش. ايه اللي بيحصل هنا؟ البيون والجوسي والديميجلاس واللي نازل من الشاورما وسيخ الشاورما بيلقط ويلمس مع اللقمه، يغمس اللقمه، تيجي تاكل اللقمه تلاقي فيها طعم الشاورما. لو ما عملش كده انت مش بتاكل الشاورما. احنا هنعمله النهارده في سندوتش الفاهيتا على طريقه المغاز. شفت بعمل ايه؟ هو ده. طب وفايدتها ايه سنة الشبت يا شيف؟ أنا مش هقول لك فايدتها ايه، دايما في الأمثال الشعبية يقول لك اسأل مجرب. جربيها وبعدين قولي رأيك فيها. شفت السندوتش ده كده؟ واخده هنا تغميسة. الله. واحد كمان مع بعض وواحد تاني. على نفس البلانشة. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي السجق. حاضر يا عم مصطفى. عينيا. ادي السجق نزوده كده اهو، كمان واحد كده، واحد واحد، كتري تقللي، دي بتاعتك انت كريمه وبنستاهل كرمك. ودي الجبنه الموزاريلا او الشيدر. النار ايه المطلوب منها هنا؟ تديني البصمه بتاعت الساندوتش. وادي لفه بعمل اللقمه كده اهو. بص السحبه دي مهمه اهو، والفها كده اهو. والبلانشه سبحان الله عليها الايه، لازم ادوس بكلوه ايدي. الله عليك، الحين جبنا والتفاصيل دي. شايفين الجو ده كده؟ تسمح لي الف واحد تاني بسرعه وانا طالع الفاصل؟ ادي اللقمه اهي، اللقمه اهي، بحطها كده تبقى من الناحيه الجميله الحلوه دي، واحطها كده اهو. حلوه. وناخد السجق بتاعنا ده كده
الله اهو، فيها بصل، فيها فلفل، فيها حب. تعملي الحاجه بحب يا ست الكل، والله الميه لو نازله من الحنفيه هتبقى من ايدك شربات. بيسالوني انت بتلف السندوتش الشاورما ازاي، الكنترول له مطالب. اه بص، اللقمه في النص، الحشوه في النص، باجي اعملها كده، شفت السحبه دي؟ هي دي، بضغط بايديا اهو، الضغطه دي مهمه جدا، وانا بضغط الحشوه او التوبنج بتاع السندوتش تحت كف ايدي اهو 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 اهو، واحطها كده قدام عينيا واديها الايه الفينش ده كده اهو. الخليط اللي في الكوبايه دي تاني، زيت، بابريكا، فلفل، شويه شبت، اه، واخدها هنا كده جنب اختها. يلا حبيت تطلعوا فاصل انا معاكم، نسيب الشاورما تتحمر واعمل شويه سندوتشات مع بعض. ومعانا المكرونه، فين المكرونه يا عمنا استاذ احمد؟ المكرونه فين؟ اهي صادت في قلب الزيت ده، انا عامل فين سندوتش ما لقيتهاش. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف المكرونه فين، غطست في الزيت بتتعلم العوم او هتروح بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بيقولوا لي في الفاصل يا خلاص سندوتشين وكفايه يا شيف. لا ده انا عايز اعمل كميه تكفي، انا شخصيا هاخد 2 كوبايه عصير ايس كريم، عصير ليمون بالنعناع، حته بطيخه حلوه، وتعشى. ده غدا الاولاد، ايه رايك؟ معانا سندوتش فوق كده، انا مخليه اشيله من هنا ونشوف الدنيا هنا عامله ايه. الله، بص على الحلاوه بقى، بص على الحلاوه اهو، شوف ان الدنيا هنا. هو ده هو ده اهو، شيل ده كده. يلا واحدة واحدة مع بعض. السندوتش ماسك نفسه، شفت الحلاوة دي كده؟ اه ننزل بده هنا، اللهم صل على النبي، وده نقلبه كده واحدة واحدة كده من وقت للتاني بنشربه. اسقيني محبة. اه التشريبة بتاعت السندوتش ايه هي يا عم الشيف؟ تعملي شاورما للاولاد، مش هتجيبي سيخ شاورما بعد كده و50 فرخه و60 فرخه وتعملي الحركه اللي بيعملها الراجل المحترم اللي واقف على سيخ الشاورما. كوبايه فيها حته زبده مع شويه زيت مع شويه بابريكا مع شويه بهارات حلوين من ايدك، وتبداي تعملي تسقي السقيه بتاعت الساندوتش. اه سنه الشبت دي مع الفاهيتا ما تنفعش مع الشاورما، عشان اللي بيسمعني وجاي متاخر، سنه الشبت اللي عملتها مع الفاهيتا وليس مع الشاورما. مع الشاورما هتخطف الطعم، الشاورما الشبت حرامي بيسرق الطعم من اي حاجه، ولكن مع الفاهيتا مطلوب. هنشيل ده من هنا كده عشان عنده ايس كريم لازم اوسع له الدنيا. بسم الله، انا عايز احط السندوتشات هنا، ايه رايك؟ فله نقطعهم انيه بالسطور، يعني ممكن تقطع السندوتش على 2. سامع الصوت الحلو ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله. تاني؟ حاضر. لا الصوت ده والجبنه سايحه جوه. آه. تاني؟ عينيا. اه. اه. ألف هنا وشفا. إيه الأخبار هنا؟ جاهز؟ ده جاهز اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مليت الطبق سندوتشات. روح انت بقى جيب السندوتشات دي من بره. الكميه دي تدفع مبلغ وقدره. معانا واحد تاني. هنخليه هنا كده شويه. على ما نشوف مقادير الايس كريم بتاعنا الجميل. ايس كريم في جليم. ايس كريم الليمون بالنعناع. اهو. 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 يستاهلوا السندوتشات دي والله. فرسان القناة الأولى والفضائية المصرية والتلفزيون المصري، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أساتذة المصورين طول عمري بقول لهم كده، من زمان، من سنين، بينا عشق.
انا عارف، بس النهارده سماحه انا بص مش في العاده، مش في العاده بشوفك يا حبيب قلبي. اه السندوتش ده اهو، ايه الحلاوه؟ بسمع الصوت ده كده. طبعا استاذ احمد بيبقى موجود دايما في المساء، كنت كده عايز اشوف البرنامج يجي في المساء. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شوف الشاورما في قلب الطبق، قصدي الفاهيته في قلب الطبق ازاي؟ ولكن الفاهيته من المطبخ المكسيكي، ولكن بالطعم المصري، لان اللي عاملها شيف مصري بدم خفيف. اه هنقعد نكلكع الدنيا ليه بقى؟ بساطه، سهوله، مرونه. خلونا نشتغل في الايس كريم، وطبيعي اتعلمنا طالما بنشتغل في حلويات، واللي بنى مصر في الاصل حلواني، بتروقي على البلانشه، بتروقي على الرخامه، بتغيري الجلافزات، بتغيري السكينه، بتغيري المعلاه، بتغيري الشوكه، الكوبايه، كل ده مطلوب علشان ما يكرفش منك الحلو اللي انت بتعمليه، وتتعبي في الاخر تلاقي البطيخه اللي شاريها ب 100 جنيه ريحه السكينه مكانها بصل وتوم، قاعدين بناكل بصل وتوم مش بطيخ ولا شمام. ده بيحصل. او عندك نص بطيخه حاططيه في الثلاجه من غير ما تغطيه، خد من ريحه الايه الباميه والملوخيه اللي في قلب الثلاجه، بتتحكي والله بيحصل. تبقي مستعجله بقى وعايز تقعدي مع الاولاد ومع الضيوف، تاخدي نص البطيخه اللي باقي من التقطيعه وتحطيه في الثلاجه، مش تخسري حاجه. منت غطيتيها بالرابل او البلاستيك بتاع المطبخ او في كيس، وحطها في قلب الثلاجه، تمام زي الفل. طب المكرونه ناخدها بالمره علشان نخلص. اه المكرونه اهي، ده الزبادي جاهز، والمكرونه بتاعتنا الجميله جاهزه. الله ملح فايت بيغني ومعاه طبق بنور. اهو 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 يا ويلي يا ويلي، هو ده. ونشيل دي من هنا خالص. المكرونه دي عشقي، يعني لما اكون راجع البيت متاخر دايركت على طول، ما دام تعملها لي عارف ان انا بحبها، خلاص هسكت. ليه بقى؟ بتعشى، ما بحسش بألم في المعده، مشاكل الهضم الزبادي بيعالجها، كربوهيدرات ونشويات امنه. بس بحب الاسباجيتي الرفيعه مش التخينه، الاسباجيتي نوعين عند في البقال او في السوبر ماركت دون ذكر الاسماء، في منها الرفيع قوي وفي منها التخين اللي هي دي معايا دي تخينه شويه. اه شفت تتاكل بقى ازاي دي يا عم الشيف؟ اه ثواني كده، معلقه. مخرجنا الجميل استاذ احمد، استاذ احمد عوض، بص بص شوف المكرونه، بص 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 شوف الحلاوه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه تسمح لي اكل حلاوه سخنه؟ والله ما ينفع. اي 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 على فين يا بطه؟ على فين يا بطه؟ اي اي اللهم صل على النبي. نرجعها تاني، نرجعها تاني، هو ده. كمان واحده عينيا اهي، باخد شويه كده بسن الشوكه والفهم كده. اهو 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 عشان ما تسقطش على الكرافات، على الببيونه، على القميص. اهو الف هنا وشفا. اهو زي الفل. وانا مخلص نغرف المكرونه دي ونخلص منها، يلا وقتنا بيسرقنا. دايما لما بنشتغل بضمير ونكونوا حاضرين في العمل ده، في اي مكان، في مؤسسه، في شركه، تلاقي الوقت عدى بسرعه. لما ما بنكونش بنشتغل يقول لك اليوم ماله طويل ليه يا عم كده؟ مال اليوم النهارده؟ اه سفينه من المكرونه. اه الله. اه بص عليها غرقانه في الزبادي، حلو. ممكن شويه لوز، شويه فستق، شويه مكسرات، ايهما افضل يا شيف؟ بصراحه لوز، حلو. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الايس كريم بتاعنا في السريع. ايس كريم الليمون بالنعناع، مقاديره شفناها على الشاشه، ده مش هيستغرق معايا وقت. يلا نشوفها يا فندم. ايس كريم الليمون بالنعناع، المقادير على الشاشه. بتقول ايه المقادير بقى؟ بتقول معانا ليمون مبشور وعصير ليمون وكريم شانتيه وشويه حب وحليب مركز وجيلي ليمون. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي واحنا شغالين كده واحده واحده. اه بجيب الدورق الحلو ده كده، الله، واحط فيه الكريم شانتيه زي ما قلت لحضرتك يا ست الكل. الاستخدامات او الاكسسوارات اللي بتستخدميها ما يكونش مكانها اي بصل ولا توم ولا اي حاجه، ده الكريم شانتيه. الجو حر معلش، شفتي بقى؟ هتجيبي بقى، شفت الايس كريم لازم يكون فيه الشده دي. اهو الشده دي بتيجي منين؟
من الحليب المركز اللي بتحطيه على الكريم شانتيه وهو بينضرب، والشوية الجيلي الليمون اللي اتحطوا في مية مغلية وسبناهم لما يبردوا. حلو السؤال ده من الكنترول، له مطالب حلوة، له مطالب دي يا أستاذ أحمد عوض والله. الكنترول له مطالب، قال لك ما ينفعش أبدل الحليب المركز بحليب عادي ولا بسكر، ممكن نبدله بعسل. حلو تمام زي الفل. نعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط بشرة الليمون، واحنا محتاجين الليمون ده حلو اهو، وشوية حليب مركز. حلو، وعندنا الليمون الجميل الحلو ده، جبته منين بقى؟ ده الموضوع، نشرح بسرعة كده في عجلة. في ليفر وأسانس الليمون بيتباع، بنجيبه. حلو الكلام؟ اهو اهو ده أسانس الليمون اهو. بنحطه على ايه يا عم الشيف؟ على معلقة جيلي اهو، ونحطه في قلبك اهو. هو ده هو ده اهو اهو، أسانس الليمون اهو. حلو؟ اهو معاه نعناع أخضر، ونقلبه. الله يبارك لك يا شيف، ده الدنيا حر يعني، شربنا ليمون بالنعناع واكلنا ايس كريم ليمون بالنعناع، يعني عصبيه مفيش، نروق البال، ربنا يروق بالك. عايزه تحطيها في الديب فريزر شويه حطيها، الجو حر. تعالوا نغرفه مع بعض كده سريعا. يلا معانا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انتظروا مني هعمل لحضراتكم ايس كريم التين الشوكي اللي الراجل الطيب يبيعه على العربية في كل حارة وفي كل شارع. هتعملوا ايس كريم يا شيف؟ هتعملوا ازاي يا عم الشيف؟ تشوقوا. ده انا التين الشوكي ده بحبه قوي على فكرة، بس بحب شكله لانه بيعمل لي في اسناني نعمين. رؤية عينيا اهو، بساطة سهولة مرونة بتكاليف قليلة جدا. دخلنا المطبخ المكسيكي، جبنا الفاهيتا عملناها بخفة دم مصرية، شفنا سندوتشات الفاهيتا منورة الشاشة، الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى، عملنا آيس كريم الليمون بالنعناع بمدرسة المغازي، عملنا طبق مكرونة العشق بالزبادي والتكنيك العالي لطبخة الزبادي علشان ما يفرطش مني. يعني رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.